بونسوار. ميراك زول ذا كاونت داون 2013 بحلقه جديده بتواكب كل التحضيرات لاكبر واضخم حفل منتظر بشهر حزيران، حفل توزيع جوائز الميراك ستار. البدايه براوند اب عن حلقه الليله. جوزيف عطيه، الفيرا يونس، بيرات قطريب، نيكولا معوض، هادي حبيش، نوال ليشا عبود، دكتور فادي حلو، دكتور زاهي حلو، سعيد المروق، جو بوعيد، سليم الترك. محطة مع الوفا لناس زرعوا فن وحب، وكانت ورح تبقى اعمالهم احلى صوت وصورة عن لبنان. تحية كبيرة لسيدة القانون اللي رحلت بكير، الفنانة الكبيرة إيمان حمصي. ولدت إيمان حمصي عام 1967 وبدأت العزف على آلتها المفضلة بعمر السبع سنوات، واجتهدت وثابرت إلى أن أصبحت أهم عازفة قانون ببلدها بعد ما تخرجت من المعهد الموسيقي الوطني العالي بلبنان عام 1991 ونالت شهادة الدبلوم بالعزف على آلة القانون، لتحصل من بعدها على شهادة الدبلوم بالهندسة من أكاديمية الفنون اللبنانية عام 1994. بغيابها بيخسر لبنان مبدعة كبيرة، وبتخسر آلة القانون العازف الأمهر والرفيق الأوفى بعالم اللحن والنغم الشرقي. صار وقت نستقبل ضيفنا لليلة النجم جوزيف عطية. أهلا وسهلا فيك بحلقة الليلة من ميراك ستار The Countdown. مرسي، مساء الخير. جوزيف مرشح السنة عن أكثر من فئة على جائزة الميراك ستار، أفضل أغنية لبنانية، أفضل أغنية عربية، نجم الغناء اللبناني. شو الأصعب جوزيف، الواحد ينجح بالأغاني أو ينجح بدخول صف النجوم الأوائل؟ اثنيناتهم صعبين. يعني هو كل ما الفنان يقدم عمل من بعده في صعوبة أكبر، فكيف إذا كانت بأكثر من مطرح، يعني بأكثر من فئة بجائزة، فمش هينة أكيد إنه نكون مرشحين بأكثر من فئة ونكون كمان مع الكبار نجوم موجودين بلبنان وبالعالم العربي. أكيد. جوزيف، كيف بتشتغل على الأغاني؟ قد إيه بتاخذ وقتك إنه تنقي الكلام ينشغل على اللحن؟ شغله مهمه كثير انه الواحد يتابع. انا بتابع كثير الكلمه واللحن والتوزيع، وبدقق كثير بكل تفصيل بالاغنيه. هلا في اكثر من عامل بيساعد، يعني اكثر من حد له دور كبير باختياراتي للاغنيات، مثل شركتي ستار سيستم، اكيد اصدقائي، عائلتي، يعني ناس بسمعهم باخذ برايهم كثير، وبتكل كثير على احساسي. جوزيف، معودين عليك تغني باللبناني، وكان لك تجربه وتجربه ناجحه الغناء بالمصري، شو بتخبرنا عن الفرق؟ الفرق غير شيء كليا، يعني نوعيه المغنى غير واللهجه غير. نطرت شوي تأتقن شوي اللهجه المصريه بهيك الاكسان تبعها المضبوطه، ف اكيد في اختلاف كبير، وكل وحده لها موده والها لها إلى نوعية غناء مختلفة. بدك تسمعنا شوي من رايحين على بيتنا؟ يلا. الليلة رايحين على بيتنا، ويا رب يكمل فرحتنا، الحب اللي هيبقى تلتنا ويصحى شوق وننام. ارقص وافرح كده من قلبك، ده أنا والله حبيبي بحبك، وهعيش عمري واموت وانا جنبك، ودي مش عايزه كلام. وانا وانت هنعيش حياتنا سوا، حب شوق وهوى، حب شوق وهوى بكتير. وانا وانت العين علينا، هنا كله جاي لنا، رب تمم لنا على خير. يعني احساس باللبناني واحساس بالمصري. ميرسي جوزيف، خلينا نسترجع سوا مرورك بالميراك. شكرا كثير لكم، وبتمنى انه لبنان يرجع والحق ما يموت ان شاء الله. يلا كلنا سوا، لبنان رح يرجع. قلب والحق ما بيموت، والشمس رح تطلع تزين سما بيروت، والبيت
فعلا جوزيف أغنية رائعة جدا وأغنية على طول حلوة، على طول حلو إنه نسمعها. شو أحساسك وقت تشوف غنية نزلت من كم سنة وغنية بتضل هالقد الناس تحبها وهالقد الناس محمسة؟ هالقد هيك بحسها بالعالم حبتها والعالم تفاعلت معها. نعمة، هيدي نعمة، وكل فنان بمسيرته الفنية بيكون عنده هيك عمل باسم مثل معروف بهالعمل. تعتبر هالغنية وبنبسط انه انطبعت الايمج تبعي باغنيه لبنان رح يرجع، باغنيه يعني وطنيه وبفتره وطنية صغيره كمان. كمان الحمد لله. جوزيف، شو بتقول لكل اللي صوتوا ولا كل اللي بعد ما صوتوا لجائزه الميوراك ستار؟ بدي اقول لكل اللي صوتوا، اول شيء اللي صوتوا لي بشكرهم عبر كل شيء، يعني كل التويتر، فيسبوك، وين ما كان عم شوف العالم كيف عم تتفاعل وكيف عم تصوت، كل الفانز، الفان كلب كله، المجازين تبعي، يعني كل العالم اللي عم تشتغل بدون استثناء بشكرهم كلهم. وان شاء الله ان شاء الله السنه كمان هيك يكون لنا نصيب بالجائزه اذا الله راد، واذا لا بدي اقول من هلا مبروك اكيد لكل يلي كل اللي راح لهم. طيب جوزيف، قل لي شو بتعمل بالناس؟ بتساليهم. الحمد لله، هيدي نعمه عن جد، كمان محبه الناس واهم شيء الواحد يضل يعني بيعطي بكل مصداقيه الناس. العالم بتحس بمصداقيه الفنان، ولو عم تحضر على التيفي بتعرف بتحس بهالمصداقيه اللي عم توصل لها، وبشكر الله على كل على كل. طيب شو رايك نسمع شو بتعمل بالناس؟ يلا اكيد. سبحان الله لعطيك سحر ورقه ومش ناسيك، خالق كل الطيب فيك، مين اللي قدك انا والله، سبحان الله لعطيك سحر ورقه ومش ناسيك، خالق كل الطيب فيك، مين اللي قدك تعرف بدفع لك عمري، هالسر اللي محير امري، تعرف بدفع لك عمري، هالسر اللي محير امري، ريحني وقل لي يا عمري شو مخبى بقلبك، لك قل لي قل لي شو بتعمل بالناس تالناس تحبك، تسرق قلبن والاحساس، شو السر اللي عندك يا وقل لي. هالاغنيه جوزيف مرشحه عن افضل اغنيه لبنانيه، بس في كمان اغنيه تانية كتير حلوه صدفه غريبه مرشحه، معقول ما نرجع نختم فيها معك؟ يلا كمان يلا. يربحوا اثنيناتهم على السنة. شايف بعيونك سما ما بتخطر على البال، سامع بصوتك صلاه بسكوتك موال، صورتي لبكرة أحلى عيد، شايف بعيونك سما ما بتخطر عالبال، سامع بصوتك صلاة بسكوتك موال، صورتي لبكرة أحلى عيد. نجم جوزيف عطية، شكرا على وجودك معنا الليله، وبنتمنى لك كل التوفيق بالميوراك ستار وبكل اعمالك. انا بدي اشكركم، ميرسي لكم، ثانك يو للجنه الميوراكس، لكل القيمين على الجائزه الحلوه، وكمان مره مبروك للكل، اذا الله راد حنكون معكم او ما كنا نقول مبروك لكل يلي. ميرسي جوزيف. نحن هلا صار وقت ننتقل مع بريك ومنتابع ميوراك ستار ذا كام. ميوراك ستار ذا كاونت داون 2013 متابع عبر الام تي في، وصار وقت فقره من جيل لجيل، فقره بتستقبل جيلين من عالم الاخراج، التمثيل، الغناء والاعلام، لحتى نضوي من خلالها على الحياه الفنيه بلبنان. معنا ضيوف ليلى بحبهم كثير صراحه شخصيا، الفنانه الكبيره الفيرا يونس وبيريت القطريب، اهلا وسهلا فيكم بحلقه اليوم من ميوراك ستار ذا كاونت داون. بس قبل ما نبدا حوارنا خلينا نسترجع سيده الفيرا مرورك بالميوراك ستار. مثلت بمعظم مسرحيات شوشو، وشاركت مع صباح ووسيم طبارة بحلو كتير، ومثلت كمان بوادي شمسين
للأستاذ الياس الرحباني، وبالتلفزيون كانت أم إخبار ولعبت دور زمرد بالدنيا هيك، إحدى أو أحد أهضم البرامج يلي تقدمت على الشاشة الصغيرة. سيدة إلفيرا يونس، كيف تطلعي على مسيرة حافلة بالأعمال الحلوة، على الفترة الذهبية إذا بدنا نقول للأعمال بلبنان؟ صحيح فترة ذهبية بس ذهبت، لأنه المدرسة تغيرت. أنا خريجة مدرسة تختلف كلياً عن المدرسة هلأ، ومشان هيك صار عنا أكثر من مصدر وأكثر من مدرسة، وبدك تنتقلي من سيستام لسيستام وتعملي بكل سيستام مثل ما بيطلب منك. صار في صعوبة التعامل الأساسي قبل ما تفوتي وتقدمي عمل. عم بلاقي حالي أني ماني مرتاحة، يعني مش هيدا السيستم. ما بتقدري تتأقلمي على لا ما مش عم بقدر أتأقلم. بيارات، أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. بيارات، بس تكون عم بتشاركي بعمل مع أشخاص وفنانين من الجيل القديم، شو بتكون أولويتك؟ أكيد أتعلم منه نهول الأشخاص، وبحس يعني إنه حط على سيفيتي إنه أنا تشاركت معهم لو بدور صغير يمكن، بس بحس هول الأشخاص وجودهم حد كتير ضروري، أتعلم منهم مهارات، أسمع من نصايحهم، ويعني هيك بحس أنا بفتخر إنه شغلك مع أسامي يعني أشخاص من الجيل القديم. يمكن الست إلفيرا أنا وياها لهلأ شاءت الظروف إنه ما نجتمع بعمل سوا، بس كمان بتمنى أكيد أوقف حدا. وأنا كمان بتمنى، لأنه أنت يعني واعدة جداً رغم قصر العمر يلي بلشتي فيه، بس عملتي بصمة، إن شاء الله بتكون عدة بصمات بقى. شكراً كثير. سيدة إلفيرا، إذا بدنا نتذكر كمان العصر الذهبي، الأدوار القديمة، المسرحيات القديمة، شو هيك أحلى عمل بتتذكري، أحلى فترة بتتذكريها؟ كلهم، كان مسرح ولا تلفزيون ولا إذاعة، كان كله بالنسبة لإلنا فرحة دايمة، بغض النظر قدي تعبنا وكيف كانت البدايات بدائية، ورغم كل شيء الناس ما يعني ما انتقدتنا على الديكور أو شيء، لأن كنا أخدين كل اهتمام الناس كممثلين وشو القصة اللي عم نقدمها. فكل هديك الفترة بالنسبة إلي كانت حلوة، كلها حلوة. بيارات، مرشح السنة عن جائزة الميراك ستار أفضل ممثلة لبنانية دور مساند عن مسلسل روبي وهروب، برأيك أي دور الناس حبوك فيه أكتر؟ يعني أنا حسيت من خلال الشارع ردت فعل العالم بدور رشا من مسلسل روبي. دور ندى بمسلسل هروب يمكن للأسف ما كتير أخذ حقه، لأنه المسلسل انعرض 6:30 بعد الظهر، يعني وقت العالم رجع من شغلة على البيت، ما أخذ حقه هروب أنا بعتبر، مع أنه عمل كتير حلو، نص كتير حلو، وإذا بدك مجموعة الممثلين يلي كنا كلنا هيك مجموعين سوا بهالعمل هيك كانت مميزة. بالنهاية العالم هي بدها تقرر. سيدة إلفيرا، كيف تشتغل على الدور، على الشخصية؟ بشتغل عليها يعني بحس بشوف الكاتب كيف مركبة للشخصية، بحاول كون محلها، فبصير أعطي مثل ما بفكر إنه هي عم تعطي، وهيك بتمشي الشخصية وبتعيشيها. يعني إذا ما عشتيها ما بتقدري تعطيها، وأهم شيء ما تكوني إلفيرا أنت وعم بتمثلي ليلى وسعاد واللي هن، تكوني سعاد أو ليلى ونسي إنك إلفيرا. يعني ما تشوفي أنت كيف بدك تطلعي حلوة أو مرتبة، أو اعملي اللازم قبل وفوتي على ليلى، تركي إلفيرا برا. هيك بكل بساطة يعني. بيارات، شفتك عم توافق على هذا الموضوع، على التحضير يمكن للدور. إذا بدي أسألك، بتفضلي، بعرف إنه حضرتك مقدمة برامج وممثلة، في أي شيء بتحبيه أكثر من الثاني إذا بدنا نحطهم هيك بميزان، وين بيروح قلبك أكثر؟ هلا دائما بنسأل هيدا السؤال. بالنهاية أول شيء بدي أقول إنه كثير ضروري الشخص المهنة اللي بيشتغلها يكون بيحبها وبيعشقها، وإلا ما يكفي فيها. صحيح. وانا ان كان شغلي بتقديم البرامج او بالتمثيل، الشغلتين انا بعشقهم، من هيك انا مكفايه فيهم. هلا نقطه ضعفي التمثيل، انه انا خريجه مسرح، يعني بدي ضلني حن اذا بدك لهيدا الشيء. بنتمنى لك كل التوفيق بكافه القرارات اللي بتقومي فيها بيارات، بنتمنى لك كمان توفيق بحياتك الشخصيه. بنعرف انه ناطره بنوت هلا. صح. هلا سلام ان شاء الله، ورح نختم حوارنا معك بيارات بمشاهد من ابرز اعمالك.
أنا بنت بجنن؟ شو بجنن فيك؟ قولي لي شو هي حياتي إذا أنت مش هون؟ روبي بتروح بتجي بتظهر بتعرف كل شي في ناس، بس أنا ما عندي غير أنت. متابعين فقرة من جيل لجيل، وصار وقت ينضم لنا إلى جانب السيدة إلفيرا يونس الممثل اللبناني نيكولا معوض. أهلا وسهلا فيك نيكولا. مرسي. بحلقة الليلة نيكولا، مرشح السنة على جائزة ميراك ستار كأفضل ممثل لبناني دور مساند عن دورك بروبي تحليق النسور وزيرو فور. نعم. عن أي دور بتفضل أنه مثلا تربح أو أي دور أنت بتفضله؟ هلا انا عن جد ما بدي ابين عم بحكي كليشيهات، بس مدام ايفيرا يونس كمان اكيد بتوافقني بالراي انه دائما كل ممثل بكون بحب الادوار عم يعملها، والا ما في يعني انا بالنسبه لي اذا عم بقرا نص وما حبيت الكاركتر او البرسوناج اللي عم بقراه ما في مثله، ما في حس معه، ما في ياثر فيه، وبالتالي ما في انقل الناس. هي الناس اذواقها متعدده. اكيد ايه اكيد ايه، الناس فضلتني بدور عن دور. في ناس بيحبوا في ناس ما بيحبوا، بس مش معناتها يعني اني انا اذا حبيت لازم كل الناس تحب. صح، يعني كممثل بتخيل رح يحب الثلاث أدوار مثل بعض، بس الناس حيضل عندها. صحيح. تفضلني بدور معين. سيدة إلفيرا، شو رأيك بالجيل الجديد اللي عم بياخد أدوار كبيرة بطولات، جيل جديد من الممثلين؟ جيل رائع، بس حد اللي بيّنوا هلأ ونعطاهم فرص، في 5000 متخرج ومتخرج ما عندهم فرص ولا. صحيح. حد عم يسأل عنهم للأسف، وهذا شيء حرام. والله حرام إن واحد بيكسر راسه بيقدم بروجيات يعني بصعوبة كتير كبيرة لحتى ياخد هالدبلوم وبعدين ما بيلاقي فرصة. نيكولا، من الجيل الجديد أنت بتوافق؟ أنا بوافق إيه، لأن أنا كمان يعني بعرف حتى من أصحابي من الناس اللي تخرجوا معي، يعني تخيل مثلا نحن تخرجنا سنة 2002 28 شخص، في أنا وجماعة أبو عبود عم نمثل على التي في، يعني بسلم أكيد على الجماعة هون وعلى على 26 الباقيين يلي وينه. في 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 صعوبه بايجاد الفرص بلبنان لخريجين المعهد، وانتبه هالشيء ما بيعني انه هن اقل، يعني هن بالعكس هن خرجين اعطاهم هالفرص مثل ما قالت مدام إلفيرا يونس، بس ايه يعني بحس انه في يعني في تنظيم معين لازم يلتقى لمهنه التمثيل بلبنان. ما بعرف، بعرف انه هيدا ظلم وهيدا لازم الدوله تشوف هيدول الجيل تبعها، هيدول مبدعين يعني فاتوا لينموا خبراتهم بالجامعه، بس لو ما عندهم الموهبه ما انقبلوا اصلا. على امل انه هالرساله او هالصرخه توصل للمنتجين والمعنيين. سيده إلفيرا، سبق وشاركت باللجنه لجائزه ميراك ستار، اذا السنه كنت من اللجنه لاي ممثل او ممثله بتعطي افضل يعني افضل جائزه افضل ممثل؟ حقيقه في اكثر من ممثل وممثله يعني، وبعدين مشان ارفع الظلم عنهم خلي اللجنة تختار. خلي اللجنة. حلو جواب دبلوماسي. نيكولا، التحضيرات الجديدة. حاليا انتهيت من تصوير مسلسل أماليا، كتابة طارق سويد وإخراج سمير حبشي، وهلا عم صور مسلسل لعبة الموت اللي هو كتابة ريم حنا وإخراج ليت حج وسامي البرقاوي، وقريبا مبسوط كثير بعمل اللي هو عمل مسرحي رح يكون، عم نحضر لمسرحية مكبث من وحي الربيع العربي مع الأستاذ ميشيل جابر. واو. بقى ايه بتخيل حيكون هيك شيء، واو ان شاء الله يا رب هيك يكون شيء حلو، لأنه كثير محمس لهذا الشيء. بنشكركم على وجودكم معنا، شرفتينا سيدة إلفيرا يونس. نيكولا موفق بجائزة ميراك ستار، ورح نختم بإكستريات من أفضل عمل. ثانك يو. عم اقول لك بليز تعي ما تتركيني لحالي، تعبان وكثير عايز احكي معك. طيب اوكي اوكي رح اجي. ليه عم تطلع فيه هيك؟ شفقان علي؟ أو شم تاني؟ يا بدي أشمت فيك. يعني شفقان. بفقرة فاس أفاس رح يتواجهوا شخصيتين ونطرح عليهم نفس الأسئلة، يا ترى عشو رح يختلفوا وعشو رح يتفقوا؟ برأيك أي دورة من الميراكس دور كانت الأحلى؟
سؤال كتير صعب، لأنه كل سنة فيها لحظات مميزة، بس يمكن 2000 هي بداية و2012 هي نهاية، بس بيتخللون 2004 و2010 عيد العشر سنين. هيدا مثل عم تسأل واحد شو أي ولد من ولادك بتحبه أكثر، إذا بدي جاوبك بقول لك اللي ما عملناها بعد يمكن تبع سنة الجاي مش حتى سنة. شو هي اللحظة اللي ما بتنساها بالميوركس دور؟ تكريم هند أبي لمع وأنطوان ريمي ودموع النجمة الكبيرة نجلاء فتحي، كانت لحظات حلوة. في سيدة نهى الخطيب سعادة وقتها وقت بالكواليس وكانت ناطرة كل الشهر تتكرم، وقدرت وقفت على المسرح بعد عذاب مع أوجاع كل الشهر. وكمان في لحظات ضحك كتير حلوة يعني مع باسم فغالي ومع غيره. تكريم راحلين هند أبي لمع وأنطوان ريمي. شو هي الفئة الأعز على قلبك؟ الفئة الأعز على قلبي هي تكريم الكبار. كلهم عزيزين على قلبي، بس أكيد يمكن تكريم الكبار لايف تايم أتشيفمنت. مين هي النجمة اللي بتتمنى تكرمها؟ سفيرتنا إلى النجوم السيدة فيروز، حلم كل إنسان أنه يكرمها، لأن هي مكرمة لبنان بحضورها وبأغانيها وبمسيرتها الفنية المشرفة. هي مش نجمة، هي نجوم، هي سفيرتنا إلى النجوم أكيد السيدة فيروز، يعني هذا نطمح لها. يمكن هذا شيء مستحيل، بس إن شاء الله يوم من الأيام يتحقق. شو هي الفئات اللي لازم يتم استحداثها بالميوركس؟ ممكن كتير فقرات ثقافية أكثر، في فئات ثقافية يعني، ويمكن برامج تلفزيونية كمان، في كتير فئات. مع مين بتحب تتشارك بتقديم جايزة؟ ما عندي اسم محدد، بقدر ما بحب الفئة تكون اللي عم أقدمها هي فئة مهمة. أي جميلة من لبنان نحن جاهزين. بفقرة فاس فاس لليلة مؤسسي جائزة الميوركس دور، الأخوين حلو دكتور زاهي حلو ودكتور فادي حلو، أهلا وسهلا فيكم بحلقة أهلا الليلة أهلا من الميوركس دور The Countdown. بعتقد أبدا مش غريب نكون عم نشوف الأجوبة متقاربة، بالنهاية إخوة واشتغلتوا 13 سنة على هالجائزة، يعني يمكن عندكم نفس الـ يعني نفس طبيعي الأرق. طبيعي لأنه عايشين سوا يعني ومنحضر سوا، فطبيعي يكون يمكن أجوبتنا شوي متقاربة، يعني في بعض الاختلافات القليلة بس بالإجمال أكيد. دكتور زاهي، بسنة 2000 بلشت جائزة الميوركس دور، سنة نحن بسنة 2013، 13 حفل ولا سنة إلا ما صارت حفلة الميوركس دور رغم كل الظروف اللي قطع فيها لبنان أو العالم العربي. صحيح. شو سر هالإصرار؟ صحيح، يعني نحن بالرغم من كل الظروف اللي مرق فيها لبنان والدول العربية، إن كان حروب إن كان ظروف اقتصادية، كل الضغوطات اللي صارت، ولا سنة إلا ما عملنا الحفل، ونشكر الله كل سنة عم بيكون أنجح من سنة يعني. فهيدا بعتقد هي العناية الإلهية، يمكن نشكر ربنا أنه عم بيساعدنا على طول نقدر نتخطى كل الصعوبات ونعمل حفل حلو. ومن سنة لسنة عم بيكون في أمور جديدة، فئات مستحدثة، خبرنا دكتور فادي عن الفئات المستحدثة والأمور اللي بتفرق يمكن عن السنين اللي قبل. في فئات مستحدثة للسنة هي للمواهب الواعدة بمجال التمثيل وبمجال الغناء إلى حد ما. لاحظنا بعد فرز الأصوات وبداية اجتماع اللجان التحكيمية أنه في عدد من الوجوه التمثيلية الجديدة يلي انطلقت بال 2012 قبل شوي أو بأواخر السنة، وجوه فعلا جديدة بس كانت مبشرة يعني، فما فيها تتنافس مع وجوه صار سنوات بالعطاء. ففكرنا بفئة جديدة تعطي بوش لقدام، نوفيل اسبوار يعني بتصير بالخارج، يعني دائما بتواكبوا الامور اللي عم بتصير وبتصير الفئات يمكن على هذا الاساس. نعم. اذا بدنا نحكي عن التصويت، يعني بنعرف في اكيد لجنه، الناس كمان عم بتصوت من أكيد. خلال الراديو، من خلال الاتصال على الام تي في، خبرنا دكتور اكثر. يعني التصويت عم بيصير بكثافه بغزاره ما بتصوريها، يعني نحن اول شيء اكيد العلامه مقسومه على لجان التحكيم 60% من العلامه، وهو في لجنتي تحكيم بنعرف عنهم حلقات لاحقا بعد ما يكون خلص التصويت، لجنه للدراما للاعمال الدراميه ولجنه للاعمال الغنائيه الموسيقيه حصتها 60% من العلامه، وال40% هو للجمهور. اذا الجمهور اللي عم بيصوت عبر ان كان الويب سايت www.miraxdoor.com اللي استحدث السنه كمان، يعني هو موجود من قبل بس السنه تطور وعمل له لوك جديد اذا بدك، ومن هون نشكر انتاتش اللي فعلا عملوا انجاز حلو كثير بهالويب سايت. وفي اكيد تصويت الاذاعات اللي عم بيصير عبر اذاعتين السنه كمان، اذاعه صوت لبنان واذاعه جرس سكوب، وعم بيصير التصويت بكثافه مش طبيعيه، عم بيخصصوا يعني ساعات من الوقت التصويت مباشر على الهواء، وكل نهار عم بيكون في اس ام اس يعني. وكل سنه عم بيكون في مفاجات، في اي مفاجاه بدنا نفكسها؟ ليلي هيك تخبرونا عنها اي
هو اذا خبرنا عنها بطل مفاجاه. في اي مفاجاه نقدر نفكسها؟ بعتقد حلو يضل السسبنس موجود لنهار السهره. نحن عم نشتغل كثير على نقدر نجيب السنه نجوم عالميين، لانه نحن بسنوات سابقه قدرنا جبنا بعض النجوم العالميين، بس هو عم بيكون وضع البلد ووضع البلدان الجاره عم بيخوفهم شوي، بس ان شاء الله السنه انه نقدر نجيب لهم مفاجات للجمهور نجوم عالميين بحبوهم، يعني عم يشتغل كثير على الموضوع وان شاء الله يتحقق. بما انه نحن ليله بحلقه ميراكل ستار ذا كاونت داون، خبرنا اكثر دكتور فادي عن هالحلقات، يعني كيف بتحضر يمكن للحفل الكبير للحفل التوزيع الكبير. فكرنا بفكره جديده السنه انه ما تكون مقابلات كثير تقليديه، مشان هيك لاحظوا الجمهور انه في فقره من جيل لجيل، في فيس تو فيس، في ديبيت يلي عم بيصير بمواضيع فنيه مختلفه، واهل الصحافه كمان دائما موجودين معنا، بالاضافه لفقرات وضيوف متعددين بمجال الفن والسياسه والاعلام والمجتمع. كمان شكرا للام تي في لانه يعني وعدينا انه السنه رح يكون حفل غير شكل، وان شاء الله يعني ما في شك وان شاء الله يكون اكيد مثل كل سنه حفل بجنن. الحفل كله عم بيكون حلو، وريد كاربت كمان من سنه لسنه عم تاخذ هيك قصه خاصه، وكمان السنه بعد كثير جلامور يعني، وعم بيكون في تنافس على الازياء، يعني منافسه بين المصممين كمان مين بيعمل احلى فستان لحتى صار الكل عم يتنافس. صار لنا شهرين نسمع انه عم بحضروا ملابسهم يعني مبسوطين يعني عم بيصير في حركه انتاجيه للمصممين وال يعني بتلاقي مصممين الازياء بيقولوا لنا كلهم عم يجوا لعنا يبلشوا من هلا عم يشتغلوا على هدف الميراكزر على حتى النجمات العرب يمكن عم بحضروا اطلالاتهم في حارب حول جائزه الميراكس دور يكون عندهم، وفي خوف لان ما في بس دريس، في ورست دريس كمان، يعني هون في مش بس انه عم نرد اللي لبس طبعا اللي كان بعض المجلات كمان عم تحط شو كان قبل مجلات كمان عم بيصير في كونكور كمان مين احلى مضبوط الافضل والأسوأ، في منافسه حلوه يعني كمان بمجال الموضه. دكتور زاهي ودكتور فادي في شيء بتحبوا تزيدوه في نهايه حديثنا؟ يعني بنتامل انه حفل السنه ينال استحسان المشاهدين ويحبوه، ونوعدهم بمفاجآت يعني قد ما بنقدر، ان شاء الله وضع البلد كمان يساعدنا وان شاء الله خير. لهلا ولا مره قفينا السنه وان شاء الله ما رح نقف السنه. يعطيكم الف عافيه ومنرجح اكبر لاكبر سنه. شكرا سنة. مرسي لك امي ومرسي لكل العاملين. صار وقت ننتقل لبريك ومنتابع ميراكل ستار ذا كاونت داون. ضيفنا النائب الاستاذ هادي حبيش، اهلا وسهلا فيك بحلقه الليله من ميراكس ذا كاونت داون. اهلا فيك استاذ حبيش. بدنا نسال عن جائزه الميراكس دور، اكيد رح نكون اسئلتنا بعيده جدا عن السياسه، بدنا نسالك نرتاح شوي هيك من السياسه. مرتاحين والناس يمكن كمان صحيح، والناس بترتاح كمان ومريحه. صحيح نحن بنرتاح ومريح العالم. جائزه الميراكس دور استاذ حبيش شو بتزيد للبنان بالفن بالسياحه بالثقافه؟ يعني بدايه بدنا نتشكر الاخوين حلو دكاتره على الفكره اللي هيك صارت، يعني وجه من وجوه لبنان الحضاريه والثقافيه والسياحيه، صارت الناس كلها بتنتظر تيجي وقت تقديم الجوائز تبع ميراكس دور، الفنانين بيتشجعوا اكثر انه في حدا عم بيكرمهم. كنا من زمان والدي بس كان بوزاره الثقافه، اجى احد الفنانين يقول له انه يا معالي الوزير دائما وزراء الثقافه بيكرموا الفنانين بعد ما يموتوا. فعلى ايامه انشا جائزه وزاره الثقافه لتكريم الفنانين بحياتهم، وبعدني بتذكر كرم الفنان الكبير وديع الصافي وغيره طبعا من الفنانين الكبار بالبلد. هل طبعا الميراكس دور كمان بنفس الاطار بدات تعطي الجوائز للفنانين وتحفز الفنانين ان كانوا جدد او ان كانوا فنانين يعني عريقين. وهل بيتسنى لك الوقت انه تابع الفن بلبنان ان كان التمثيل الغناء؟ يعني بنعرف الوضع بلبنان السياسي يعني انا شوي وقتي بيبقى ضيق، اكيد بس يتسنى لي بتابع بعض البرامج، بتابع يمكن بعض الاغنيه اللي بتطلع جديده للفنانين اللبنانيين، بس يمكن الوقت شوي بيكون ضيق. انا عطى بالسياره اوقات بس ما يكون في اخبار بتسمع شويه
موسيقى لفنانين لبنانيين. وبما انه عم نحكي عن الفن بلبنان، يعني الفنانين بلبنان يعني برعوا كثير، وكمان مصممين الازياء برعوا كثير، وفي خبريه مهضومه، مدامتك كانت موجوده من سنتين بحفل توزيع جوائز الميراكستور وحازت على جائزه بست اوتفيت، خبرنا عن الحافه مهضومه. بوقتها كنا مدعيين من سنتين، السنه الماضيه ما تسنين لنحضر، كنا برات البلد، كنا مدعيين على حفلة الميراكس. وقتها بتذكر تلفنولي إنه إذا فيكم توصلوا الساعة 7، يمكن كان في الريد كاربت الساعة 7 بتصور. فرحنا وفتنا مثل كل العالم يعني. بعدين صاروا إجا وقت التصويت بعدين إنه على البيست أوتفيت. هلا صار في كتير ناس أصحابها لمرتي يتلفنوا له إنه بليز صوتوا لنا وما صوتوا لنا وكذا. صارت مرتي تصوت يمكن أصحابها أو شيء أو كذا شوي. طلعت لما طلعت النتيجة طلعت هي اللي أخذت جائزة البيست أوتفيت. فهيك يعني كانت صدفة، إنه ما كانت واردة الخبرية إنه. تحية أكيد لمدامتك، مدام سنتها دائما متألقة وأنيقة على طول. أستاذ هادي، شو بتحب تقول السنة يمكن لكل الفنانين اللي بيكونوا موجودين بتوزيع جوائز الميراكس، لكل الناس اللي عم بتصوت، الشعب يعني اللي يمكن عتلين هم سياسي بس بنفس الوقت في هيك متنفس بمحل اللي هي جائزة الميراكس؟ طبعا لك، أنا بحب أقول أول شيء إنه هذه الفكرة، فكرة تقديم الجائزة مثل ما قلنا للفنانين، أولا عم بتشجع فنانين بعضهم جدد، بعضهم طالعين جدد، ولما واحد بياخذ جائزة بداية حياته بيتحفز انه يصير يعطي اكثر، لانه تقدير الانسان وتقدير عطاءات الانسان كثير مهم. يعني الانسان هيك بمحل معين يمكن بينبسط من كلمه شكرا او يعطيك الف عافيه. فبحييكم، انا فعلا بحيي القيمين على الميراكس دور والام تي في كمان على رعايتها للميراكس دور، لانه كثير مهم نقول للانسان اللي بيبرع شكرا ويعطيك الف عافيه. شكرا لك استاذ هادي حبيش على وجودك معنا ويعطيك الف عافيه. رح نختم لقائنا بلحظات، نسترجع لحظات مشاركه حضرتك بحفل الميراكستور. ميراكس تكريمي عن مجمل اعمالها للفنانه القديره ليلى حكيم. متابعين بالفقرة الثابتة معنا بميوراكس دور ذا كاونت داون، فقرة مع أهل الإعلام والصحافة، وصار وقت نستقبل السيدة نوال يشع عبود نائب مدير البرامج بإذاعة صوت لبنان 100.5 و100.3. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. بحلقتنا ليلة، طمنينا كيف التصويت بالإذاعة على الميوراكس دور؟ كثير التصويت كثير منيح، وخصوصا إنه بالإذاعة التصويت على مدار ال 24 ساعة، وطبعا بيصير في اتصالات مع المستمعين والتصويت بيكون مباشرة على الهواء كل يوم ضمن الموجة سوا مع سيدة وسميرة وسلام الساعة 12:30، وبتكون عاج الاتصالات يعني كلهم بس هيك تنتهي الفقرة بيقولوا يعني بحبوا انه يطلعوا المستمعين على الهواء ويصوتوا هيك مباشرة وكل الناس تسمعون، وخصوصا بالفنانين اللي بيحبوا يسمعون او بالمسلسلات، بس انه تصويت بالإذاعة على مدار ال 24 ساعة وما شاء الله كثير كثيف. شو رأيك نروح سوا والمشاهدين حتى نشوف أجواء التصويت بالإذاعة؟ على حين الموعد أصدقائي لينطلق التصويت عبر التليفون لجوائز الميوراكس دور. بالواقع نحن كتير بيسعدنا أنه الميوراكس دور اختاروا أنه صوت لبنان هالسنة يكون فيها التعاون معه، وشغلة كتير حلوة. يعني نحن يوميا عمل متخصص ضمن برنامجنا على الموجة سوا، هيدا التصويت مستمر على مدار الساعة على مدار الأسبوع. أبرز الفنانين يلي عم يحصدوا نسبة تصويت عالية هن بمعظمهم فنانين معروفين بنيوا رصيدهم على مر السنوات. بس عم بيصير التركيز أكثر على الغناء، يمكن لأنه نحن إذاعة والناس بيتابعوا الأغاني أكثر، عم بيصير نسبة التصويت للممثلين أقل شوي من نسبة التصويت لنجوم الغناء. ما
بنحيي كل أسرة إذاعة صوت لبنان، وأكيد التصويت رح يتابع لا وقت توزيع جوائز الميركس دور. مش بس هيك، رح يصير في ضغط كتير على التصويت، لأنه اللبنانية هيك هن عندهم طبعهم أنه بس تقرب ساعة الصفر بيصيروا عندهم أكتر أنه هالفنانين اللي بيحبون أو هالمسلسلات اللي بيتابعوها بيحبوا يقولوا رأيهم فيها. شو أفضل مسلسل تبعتي وبتصوتي له يمكن هيك شخصياً رأيك؟ روبي. روبي كنت تابعه كتير. وبالأغاني إذا بدنا نحكي أفضل أغنية لبنانية، أفضل فنان لبناني؟ بتعرفي أنا بتابع في أغنيات هيك بتجذبني بحبها كتير، هي كتير ما بقدر يعني هلأ أقولها لأنه عديدة، بس بحب الفنان راغب علامي كتير، بحب كمان نانسي عجرم هيك بيجذبني صوتها، والفنان عاصي حلاني بحب أسمع لهم كتير. وكيف رح تواكب سيدة نوال إذاعة صوت لبنان حفل توزيع جوائز الميوركس دور؟ رح يكون في نقل مباشر بعدين بحفل الميوركس دور، رح نكون موجودين يعني المذيعات والمذيعين عم بيعملوا مقابلات مع كل الموجودين، وبعرف انه مش بس الفنانين اللبنانيين رح يكونوا موجودين بالميوركس دور. بعدين رح يكون في لقاءات على الموجة سوا مع كل اللي عنده نسبة عالية من التصويت، خصوصا مع النجوم اللبنانية والمسلسلات اللبنانية. ودايما نحن في عنا اعلان كل نهار بيمرق عن الميوركس دور، وبيشجع المواطنين على انه يصوتوا ويقولوا رايهم. سيدة نوال شكرا على وجودك معنا، واكيد شكرا لكل اسره الاذاعه، يعطيكم الف عافيه. بدي اقول كمان شكرا لكل القيمين على الميوركس دور، وخصوصا الاخوين زاهي وفادي حلو، بوجه لهم تحيه انه بحبوا يقولوا لكل الفنانين شكرا. دائما كل اللي بيقدم عمل حلو، كل اللي بيسعى انه يكون عنده عمل مميز بحب يسمع كلمه شكرا، ما كانوا يسمعوها قبل، هلا بفضل الميوركس دور عم نقول لهم شكرا. قديش هي بتعلي المعنويات وبتعطي حافز كبير على انه نعطي افضل، ان كان بالافلام او بالغناء او بكل عمل عم نقوم فيه. شكرا مرة جديدة ويعطيكم ألف عافية. شكرا لك. نحن هلا صار وقت ننتقل لبريك ومنتابع ميوركس دور ذا كاونت داون. ميوركس دور ذا كاونت داون مستمر عبر الام تي في، وصار وقت فقره ديبيت. بنستقبل فيها الليله المخرجين سعيد المروق، سليم الترك وجو بوعيد. اهلا وسهلا فيكم، بس قبل ما نبدا حوارنا شو رايكم نستعيد لحظات مروركم بحفلات الميوركس؟ ميوركس افضل فيديو كليب لسنه 2006 لتميزه بمنحاه الانساني وفكرته ورسالته للمخرج سعيد المروق عن غنية إحساس جديد لنانسي عجرم. إحساس جديد بقلبك بيزيد، بتحسه كل ما بتطلع فيه إنك عطول. Thank you. أكيد بدي أقول إلى من علمني لغة الصورة، لأنه من الصمت قدرت أعرف شو يعني تعبير، شو يعني الإحساس، شو يعني الصورة. أفضل مخرج فيديو كليب لعام 2005 سليم الترك، والميوركس استحقوا عن فيديو كليب حبك وجع لإليسا. بداية نقول لكل العالم إنه لبنان حيضل مصدر للفن والفرح غصبا عن راس اللي ما بده. ميرسي لكم، بحبكم كتير. وعن أغنية ما يهمك ليارا بنيل جو بعيد، وللمرة الأولى الميوركس دور.
أنا يعني بين كل الكبار كتير بهالقاعة عم يستلم جايزة، عن جد هذا فخر لإلي قبل الجايزة. سيدتكم دقتوا طعم النجاح بحفلات وزيع جوائز الميركس دور، وبنتمنى لكم توفيق على طول وكل سنة. بفقرة ديبيت رح يكون اليوم أكيد الموضوع بوجود المخرجين السينما اللبنانية. رح أبدأ معك جو، فيلم تنورة ماكسي تعتبر مقدمة لشو؟ مقدمة لأفلام تانية إن شاء الله يعني، وتحقيق مثل الواحد إنه هيك بيكون أول ما يخلص يتخرج من الجامعة بيكون دارس السينما بيقول إنه أنا بدي أعمل أفلام، فأيام بتطول شوي أيام بتجي بسرعة، فبحس هيدا كان مثل هيك وقتها مثل بيكتسف إشي يعني، كأنه هيك وقتها تشد المغايطة، فبتخيل هيدي كانت الديبيو، وبتخيل إنه مثل هيك واحد شوي بيكتشف مش بس حاله وتجربته الخاصة، بيكتشف السوق اللي عم يتعاطى معه، لأنه بيقولوا إنه يمكن تعلمت من تجربتك أز أنت يمكن تكنيكلي أو فكرياً، بس أنا برأيي بتتعلم كمان تقسى كيف ردة فعل العالم اللي ما بتكون تتوقعها، أو ردة فعل يمكن جهات معينة، أو السوق شو بيكون يعني كيف يكون ناطرك، أنت بتكون عم تهيئ حالك شخصياً ما بتكون عم تنتبه للآخر بأول بارتي، فمن خلال هالفيلم بتخيل هيك بتوسع شوي، بيوسع الأنجل يعني نقدر نشوف بطريقة شوي أوسع. سليم، هل بتعتبر مرحلة إخراج فيديو كليبات ضرورية للانتقال للسينما؟ لا ما خصهم بعضه يعني مثل الطب يعني، يكون واحد طبيب سنين وواحد طبيب جراح، ما مش انه هاي قبل هاي، وما ضروري يكون هيدا احسن من هيدا، في يكون واحد طبيب سنين اشطر من طبيب جراح. بس عم نشوف يمكن هالظاهره بلبنان، عم نشوف كثير من المخرجين اللي اشتغلوا باخراج الفيديو كليبات ونجحوا بالفيديو كليبات وانتقلوا من بعدها للسينما. لا لبنان تعتير، لبنان منه قاعده. لبنان بتشوفي حتى مخرج بيشتغل بعد الظهر بمطعم، وطبيب بيشتغل شوفير تاكسي. ايه بس على موضوع الكليبات يعني، هو على موضوع الكليبات يعني، هو كان المتنفس الوحيد بالزبط لكل اللي تخرجوا يعني، ما في شيء اسمه اختصاص لما بتتخرجي، ما في شيء اسمه اختصاص فيديو كليب او اختصاص، في شيء اسمه اختصاص سينما وفي تلفزيون، هذا كمخرجين. بس نحن كان كمتنفس لانه ما عندنا سينما لبنانيه، ما عندنا انتاج، ما عندنا 10 15 فيلم بالسنه. فكان المنفذ الوحيد انه الكليبات، واذا بتلاحظي في كثير كليبات كمان كانت عم تنعمل بشكل فيلم سينما صغير، صح ولا لا؟ شورت فيلم. وسليم، اذا بدنا نحكي عن فيلم اخر فالنتاين ببيروت، شو رايك بردود الفعل اللي طلعت يعني الفيدباك على الفيلم؟ انا شخصيا بلاقي العمل الفني ما لازم يكون ريليتد للاشياء اللي بتصير حوله، بس نحن انا وقت اللي عملت الفيلم كنت عم بعمل خطوه للسينما اللبنانيه. نحن اول فيلم 3D بالعالم العربي، بعد 100 سنه اذا بترجعي بتقولي وين بالعالم العربي انعمل اول فيلم 3D بتجربه فرديه. هيدي بعدها هيدي المشكله اللي عم نحكي فيها، ما في سينما لبناني، في محاربين صغار. صح يعني نحن مثل عم تقولي نحن الفيلم بكلف قد بنايه، عم تقولي نحن اشخاص عم نستقطب ممولين للبنان ببجي بنايه، بس ما في محل نحط هالبنايه، ما لها ارضيه تنحط فيها. استراتيجي خطه، ما في خطه، ما في دعم، ما في وزاره ثقافه تخصص صندوق لدعم السينما اللبنانيه، لانه السينما بكل العالم هي اللي بتحكي عن الناس، هي اللي بتحكي عن الوطن، هي اللي بتحكي عن الشعب، بتحكي عن أفكاره، بتعرف العالم الآخر عننا. ما بيصير يكون بس عنا يعني، أنا لي 6-7 سنين ناطر لأعمل فيلمي، سو بالأخير رحت على مصر يعني، قلت لا بروح بعمل بمصر يعني، إنه حيخلص العمر 365 يوم. رحت عملت 365، بس أنا عندي مثلا فيلمين ثلاثة لبناني محطوطين يعني، مع محاولات محاولات محاولات، وما فيني اعمل لهم كومبرومايز يعني، ثاقبت الفكره انه ما فيك تعملها بشكل فردي. يعني ارتحت اكثر بالشغل بالسينما هونيك في صناعه، هونيك في صناعه حقيقيه يعني، هونيك سوري يعني، هونيك الكرو اللي بيشتغل مثلا اقل واحد عامل 30 فيلم يعني، في صناعه، في اديوكيشن لصناعه. هل الافكار اللي بتقدر تقدمها بالسينما اللبنانيه بالفيلم اللبناني هي نفسها بتقدر تقدمها؟ لا، نحن عندنا نحن مرتاحين اكثر،
يعني ما بعرف اذا الشباب، انا برايي انه نحن بلبنان مرتاحين اكثر، وبنفس الوقت في هجوم اكثر يعني. يعني نحن بلاك اند وايت. انا كنت يعني صراحه من وراء تجربتي انا بلاقي انه لا، يعني انا كنت مفكر انه لبنان عنده مساحه والشعب اللبناني عنده مساحه حريه. انا قصدي كنا عم نتعلم عندنا مساحه حريه اكثر بشكل فردي، بس بشكل قبول للاشياء اللي بنقدمها كفن يمكن مختلف عن اللي معودين نسمعه. المشكله انا بتخيل وين ما كان ذاتها. وانا بس بدي اقول شغله، يعني من هالديبيت ما بحب ننحط نحن كمخرجين كلنا انه دائما عم ندافع، نحن دائما كانه مضطهدين. مش حلوه هالصوره قدام المشاهد، يعني بصير بخاف بيشوف انه هول العالم كانه غلطوا بمطرح، يمكن اذا دائما عم يدافعوا عن حالهم او دائما في اصابع الاتهام موجهه عليهم. فهون لازم مثل تصليح شغلي انه الفن او الفنان هو يعني رسالته او هدفه بهالحياه انه يكون عم بيقدم للببليك للراي العام شيء مختلف. يعني كل الايام بس هون في شغله كثير مهمه جو، انه موضوع الاضطهاد او نحن مضطهدين، لا نحن مش مضطهدين. انا عم اقول لك اياها، نحن احرار صح. اوكي، نحن ناس بنشتغل بحريه، ما انا ولا بياثر علي هذا الموضوع ابدا. ومش هون نحن تندافع او نقول او لا، بس هي فكره انه انت بالفن ما ممكن يكون في، يعني انا ضد فكره الرقابه بالفن يعني من اساسها. يعني خلينا نحن نكون عنا رقابة ذاتية، كل واحد فينا عنده رقابة ذاتية. لما بحس بهيدي الحرية وبحس بهالرقابة الذاتية بيصير هو مسؤول قدام حاله، بيعرف ساعتها شو بدي أقدم وشو ما بدي أقدم. بس ما تصير المواضيع انكيات. طيب بظل هالمشاكل المخرجين عم بيواجهوها بلبنان، تكرمتوا برا بمهرجانات برا، بس جائزة الميراكس دور عم بتكرمكم بلبنان. شو قدمت لكم جائزة الميراكس دور؟ شو بتقدم لكم زيادة عن غيرها من الجوائز اللي بتتقدم برا؟ ببدأ معك سعيد. يعني أول شيء الميراكس أهميتها أنه أنت عم تاخدي الجائزة ببلدك، أوكي، عم تتكرمي ببلدك. يعطيهم العافيه انه المثابرين عليها للجائزه بوقت بوقت ما في الاشياء مش مشجعه. انا بلاقي بس شغله مهمه عن قصه السينما. السينما هي ريفلكشن عن بلد، مش عم بقول الموضوع اللي بيجي بالفيلم صح. يعني صح. لما انت تلاقي بلاد فيها سينما، يعني هيدي بلاد صار عندها اطمئنان على المستوى المعيشي. ما في بلد يكون صح. ما عنده كهرباء وعم تجي تقولي لهم انا بدي اروح مثلا عند وزاره معينه اقول لهم انا دخيلكم البروجكشن بالصالات السينما ما منيحه، الضوء عم بيطلع، بيقول لي عن شو عم تحكي؟ اي ضوء عم تحكي؟ العالم عايشه بالعتم. مزبوط. فما بيسمعش يسمعوك. فخطوره عدم تطور فن ببلد معناتها منه بلد ستيبل، منه مرتاح، في عنده مشاكل تانية. هيدي اللي لازم يخافوا عليها ببلاد ما عم تصدر سينما. بتعرف يعني بتروحي انت على دول بيكون بتلاقيهم فايتين بديون، بس بحافظوا انه هيدا صورتنا اللي رح تبقى عن حضارتنا. بتلاقي ببلاد يعني بالمغرب مع انه الافلام ما بترد حقها، الدوله بتحرص على انه يكون في انتاج سينمائي مغربي. بمصر لما بينزل الفيلم المصري ممنوع على الفيلم الهوليوودي يكون عنده اكثر من 3 نسخ. صحيح. فهدول البلاد بيقولوا نحن هيدي لنفرجي للعالم انه نحن بلادنا بخير. يعني بوقت بينزل الفيلم المصري ب 80 نسخه و 60 نسخه ممنوع، يعني بينزل 60 نسخه وممنوع الفيلم الامريكاني الا 3 نسخ او 4 نسخ. فعلا نحن بلبنان بدك تترجي انه بليز مرقوا لنا اياه هذا الفيلم. بيقول لك بركي ما جاب خير، لو ما جاب شو انت عم انت بالعكس لازم بس هو حقه على... هو حقه يا سليم، معتر هو حقه كموزع او كمنتج او whatever. هون بيجي دور الدولي، يعني بيجي دور لانه هو بالاول والاخير بيقول لك انا ماني فاتح صاله تربح او اخص او يكون عندي ريسك. سعيد المروق، اذا مثل ما كنت موجود قبل بلجنه تحكيم الميراكس دور، اذا السنه انت باللجنه اي فيلم بتختار؟ ليه فينا اثنيناتنا نطلب انه نعفي نعفي سعيد من لا انا رح اقول لك شغله، انا رح ابعتها وحطها بختم بالشمع الاحمر وبيفتحوها بوقتها. نتمنى لكم كل التوفيق، وبدنا ندعي لكل اللي عم يحضرونا يكونوا كمان عم بيصوتوا، اذا بعد ما صوتوا يصوتوا. كليب شكلك ما بتعرف للفنانه مايا دياب مرشح، كمان اسعد وحده للفنانه اليسا رح يكون مرشح بالاضافه للافلام اللي حكينا عنها. نتمنى
لكم كل التوفيق السنة وبالسنين اللي قادمة بكل أعمالكم. نحن هلأ صار وقت ننتقل لفلاش باك ونرجع لأحلى لحظات حفلات الميراك ستار. ليلى اخترنا اللحظة اللي جمعت الفنانة ماري سليمان والفنان وائل كفوري اللي غنوا سوا على خشبة مسرح ميراك ستار. We're gonna make it.